بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. السلام والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة من الأسام صلواتك عليهم وعلى غاي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ونهيرا حتى تسكنه أرزك طوى وتمتعه فيها طويلا بعمتك يا أرحم الراحمين.